يعني حضرتك حصلت على اعلى الاصوات. على اعلى الاصوات على مستوى الجمهوريه الحمد لله. صحيح، بمجرد حصول حضرتك على اعلى الاصوات يعني قررت انك تقدري بس حضرتك حددي الكلام. حصل على المركز الاول في اصوات الناخبين بنسبه مقدارها 94883 صوت. تمام، اتفضلي. هذا هو ما حدث بالفعل، لكن دكتور بمجرد طلخه يا استاذه والنبي خليني اعدله على الشاشه، طلخه ونبرو معلش. طلخه ونبرو. طب دكتور توفيق، بمجرد حصولك على اعلى الاصوات قلت انت عايز ترشح نفسك تكون رئيس البرلمان. لا يا فندم، انا قلت انا اعلن ترشحي لخوض رئاسه انتخابات رئاسه البرلمان. ليه يا دكتور؟ ايوه نعم، ليه يا دكتور؟ هو انا كنت اترشحت عضو مجلس النواب ليه يا استاذ؟ لا يعني حضرتك بتستهدف منصب رئيس البرلمان بشكل رئيسي؟ ايوه طبعا. ايوه ليه يا دكتور؟ ليه؟ علشان خاطر المرحله اللي جايه حضرتك يا فندم بتتطلب رئيس برلمان له مميزات خاصه. اول هذه المميزات ان يكون مارس عمله السياسي على مدار فتره طويله، ايضا يكون فاهم المستقبل بتاع مصر محتاج ايه، وخاصه ان الدستور اعطى للبرلمان قوه كبيره جدا اصبحت هي اعلى قوه دستورية موجودة في البلاد. طيب. البرلمان محتاج عمل شاق جدا في رئاسته، وبعدين علشان تبقى حضرتك فاهمة وكل أبناء الإعلام فاهمين من الزملاء الأفاضل، إن رئاسة البرلمان دي هي دور إداري رقم واحد، رقم اتنين دور سياسي سليم، رقم ثلاثة أساسا هو زيه زي عضو البرلمان ولكن بيحتل منصة الرئاسة بعد ما زمايله بينتخبوه. طيب. الأهم من ذلك يا فندم ان لابد ان القادم لرئاسة البرلمان يكون منتخبا من بين افراد الشعب، ومن خلال انتخابه من بين افراد الشعب اصبح نائب في البرلمان، فبعد نيابته للبرلمان أصبح طيب من حق الترشح. دكتور طبعا من حقك ومن حق كل من نجح في البرلمان. يا أستاذة يعني معناها إن أنت بتستهزئي بيا. يا دكتور ما فيهاش أي استهزاء بحضرتك، أنا بقول لك إنه من حق حضرتك يا دكتور. أنا بكلم مين؟ أنا بكلم نائب في البرلمان زيه زي كل النواب اللي نجحوا، أنا ما بكلمش مفجرين ثورات، أنا بكلم نائب زي أي نائب نجح في البرلمان من خلال الناخبين. حضرتك شايف إنه ده استهزاء بحضرتك؟ أنت حر ولكن هذا ليس حقيقي. بصي قناة اللي أنت شغال فيها دي غلط. دكتور توفيق عكاشة، دكتور توفيق عكاشة النائب في البرلمان، بشكرك، حضرتك خرجت عن حدود المكالمة وحدود السياق أيضا فبشكرك.